السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنكمل جزء كده لطيف من ضمن الماركتنج، في كلامنا عن الماركتنج في سلسله يعني ايه ماركتنج. هنتكلم عن السيجمنتيشن والتاركتنج والبوزيشننج. احنا كنا اتكلمنا في الفيديو الاولاني عن تعريف الماركتنج، الديفينيشن بتاعه من الاول. كان اهم حاجه فيه او اول حاجه فيه ان انت بتايدنتيفاي الماركت بتاعك وتعرف النيدز والوانس والديماندز بتاعته او الكاركترستكس بشكل عام، عشان تقدر تعمل لها اوفر او منتج مناسب او خدمه او وات ايفر هتقدم له ايه مناسب للسيجمنت دي. طيب الماركت، كلمه ايدنتيفاي الماركت قلنا ماركت ده يعني الكاستمرز او الكونسيومر، جروب اوف كاستمرز اللي انت هتخدمهم او الكونسيومر. هنا بقى في السيجمنتيشن هناخد كلمة سيجمنتيشن كبداية، التقسيم بتاعنا هنشوف الماركت ده هنجيبه ونقسمه لشرايح منفصلة، وهناخد شريحة معينة هي دي هتبقى الماركت بتاعي، وبعد كده هستهدف الشريحة دي بشكل ما وهعمل بوزيشننج او هعمل شكل معين في صورة ذهنية في دماغ العميل بتاعي عن طريق بقى برضو استراتيجيز بعد كده. فنيجي هنا لتعريف الشابتر ده، سيجمنتيشن تاركتنج segmentation targeting and positioning، ان انا ببيلد الريليشن شيب رايت بقى ريليشن شيب مع الرايت كاستمر. يعني احنا برضو قلنا الماركتنج كله عباره عن ان انا بحاول ابني ريليشن شيب بروفيتبل ولونج تيرم ريليشن شيب. هنا يعني العامل الاساسي في نجاح الموضوع ده ان انت تنقي الرايت كاستمر. تمام. طيب هنيجي بعد كده نشوف التعريف بتاع السيجمنتيشن. هنتكلم هنا على السيجمنتيشن اكتر، ان هو بتقسم الماركت بتاعك، السوق بتاعك، لديستينكت جروبس، لجروبس منفصله ومحدده. ليه بقسمها لجروب؟ يعني ايه فكره التقسيم؟ ان كل جروب دي ليها كومن نيدز، احتياجات او وونتس كمان متماثله مع بعض، وكومن كاركترستكس، وبالتالي بتتصرف بنفس التصرف، ليها نفس البيهيفير. فانا بما اني عندي كل جروب من دي ليها خواص محدده، يبقى كل جروب من دي هتحتاج ان انا اعمل لها سيبريت برودكت او سيبريت بقى ماركتنج ميكس. كل الفور بيز مختلف، عندي برودكت مختلف، سعر مختلف، طريقه دعايه واعلانات مختلفه، واخيرا حتى البليس او طريقه توزيع او عرض المنتجات دي هتبقى مختلفه. يعني هنا انا عندي الماركت كبير اهو قدامي، الماركت كله كبير، باخد منه سيجمنت محدده ليها مواصفات وكاركترستكس ونيدز وونز محدده، بقدم لها منتج معين او اوفر معين. بعد كده باخد جروب تاني ممكن محدد بقدم له نفس المنتج، لكن ما ينفعش نفس المنتج ونفس الاعلان نفس السعر لكل السوق الكبير ده. فهنا خلاص بختار سيجمنتيشن ماركت تشويس، بتارجت بقى، بتارجت اكوردنج انها خلاص بقيت عندي حاجة محددة وعارف مميزاتها وعارف بيتصرفوا ازاي، وعلى هذا الاساس بعمل حاجة ريليفنت ليهم، وفي النهاية بعمل بوزيشننج في المايند بقى بتاع العميل بالبراندنج بتاعي بالشغل كله بتاعي. طيب نيجي بقى لحاجة تطبيقية بقى كده نفهم فيها الموضوع ده مطبق ازاي في السوق العالمي بشكل كبير. اول حاجه هنتكلم على ماركت العربيات او الكار اندستري، ناخد جزء منه كده. عندنا هنا 55 براند، 55 براند ده بيتملكهم 14 شركه فقط. طيب هم ليه بيعملوا كده وعباره عن ايه؟ ناخد فوق على اليمين كده فولكس فاجن. فولكس فاجن كشركه عندها ماركه فولكس، عندها اودي، عندها سكودا، عندها سيات، عندك جنرال موتورز، عندها شيفروليه، عندها اوبل مثلا، عندك شركه بي اس اي دي فيها ستروين، فيها بيجو، فيها دي اس، كيا وهنداي نفس الشركة اللي مزهقنا في التنافس ما بينهم نفس الشركة، تويوتا ولكسس ودايهاتسو نفس الشركة، ميني كوبر وبي ام دبليو نفس الشركة، دوج رام وجيب، فيات والفا روميو، نيسان وانفينيتي، ودلوقتي نيسان ورينو كمان. طيب هما ليه بيعملوا كده؟ ناخد صورة اوضح شوية. عندك فولكس فاجن، ناخد الاول تويوتا ودايهاتسو ولكسس. طيب هنا عشان هنا واضح ليه السيجمنتيشن مختلف. دلوقتي تويوتا كشركة او كبراند التارجت البوزيشننج بتاعها عموما كتويوتا انها حاجه ديبندبل تعتمد عليها، وافوردبل سعرها مناسب جدا، كعربيه ياباني قويه وكويسه وسعرها مناسب، ده البوزيشننج العالمي بتاعها. طيب يوم ما هي ده السيجمنت بتاع معين محدد ليها بسعر محدد بطريقه اعلانات مختلف، طب انا عايز ابتدي اعمل حاجات غاليه شويه وعربيات غاليه وكمبيت مع بي ام ومرسيدس، هل ينفع بتويوتا؟ كان ممكن يعمل بنفس عربيه تويوتا، اعمل منها بقى فيرجن غالي ولكجيريوس وكذا وكذا. هيحصل ايه؟
الناس مش هتتقبلها، لان هم عارفين الناس السيجمنت الجديده اللي عايزه عربيه غاليه، واللي كانت بتجيب بي ام ومرسيدس مش هتتقبل تويوتا الغاليه دي، لان هو تويوتا خلاص في دماغه انها حاجه سعرها مناسب للطبقه المتوسطه شويه اللي هي عايزه عربيه بسعر مناسب. في نفس الوقت الناس اللي كانت بتروح تويوتا عشان سعرها مناسب هتبتدي تحس لا دي عربيه غاليه، دي فيها منها فيرجنز غاليه، ده كذا ده كذا. ففي النهايه الايمج بتاعتها او البراندنج بتاعها هيختلف وهيبوظ تماما للتو سيجمنتس. فبعمل ايه؟ بجيب براند جديد خالص اللي هو ليكسس، باوفر جديد بقى، برودكت جديد، ببرايس جديد، بطريقه اعلانات وبراندنج جديده واماكن جديده حتى للتوزيع والانتاج وكل الكلام ده، اللي هي ليكسس بحاجه بقى، دي بقى حاجه غاليه لكجيرياس بالتارجت البي ام والمرسيدس، عملت اللي انا عايزه منها من غير ما اثر على تويوتا خالص. دي حاجه ودي حاجه. طيب فولكس فاجن مفيش فروقات كبيره ما بينهم، عندي اودي وعندي فولكس فاجن وسكودا وسيات، كلنا هنتفق، وبوجاتي كمان كلنا هنتفق ان في فروقات. عندنا اودي مثلا هي اعلى من فولكس فاجن، اعلى من السكودا شويه واعلى من السيات، فروقات بسيطه هنا بقى، عامل يعني سيجمنتيشن اصعب شويه. وممكن خلي بالكم ان الشركات دي بتبقى نتيجه من ميرج وحاجات كتير، مش شرط ان هو من اول لما بدا بكل البراندز دي. بس الفكره ليه ما ضمش السيات على السكودا واتعامل مع براند واحد، بدل ان كل براند ليه اعلاناته وليه مصاريفه وليه خط انتاج، ليه ما ضمهمش ببعض؟ ده لان كل براند من دول هيبقى ليه السيجمنت المحدده بتاعته اللي هقدر تارجت بيها بشكل معين، وليه مزايا تانية هنبقى نتكلم عليها بعد كده. بس هنيجي لحاجه كمان زي ميني كوبر وبي ام دبليو، واضح فيها فرق السيجمنتيشن. بي ام دبليو حاجه، مع ان الاثنين لكجيريوس وسعرهم غالي وكل حاجه، هنا الاختلاف ايه؟ في الطبقه، في السن. هنا بتاع بي ام دبليو ده راجل يعني شغال بقى بروفيشنال شويه، وصل في مرحله شويه في الكارير بتاعه او في يعني ثراء معين، غالبا هيبقى بسن معين فوق ال 30 فوق ال 40 في الحاجات دي، فبيجيب عربيه مناسبه للشخصيه بتاعته لاحتياجاته. ميني كوبر لا، دي انا مترجتها للشباب، ستايل العربيه للشباب، شكل شبابي شكل. طب انا لو كنت عامل الاثنين ماركه واحده، كان الراجل بتاع بي ام دبليو لما يلاقي الشباب كتيره راكبين بي ام دبليو وهو عايز حاجه يونيك شويه ومميزه شويه، هيحس ان هو هيبتدي يبعد عن البي ام دبليو. والعكس، الراجل بتاع ميني كوبر هيروح يلاقي العربيه دي بتاعت العواجيز بمعنى اصح وكذا، لا انا عايز حاجه خاصه للشباب، فبعمل لك ميني كوبر دي عربيه الشباب، بي ام دبليو لا دي عربيه الناس اللي عايزه تتميز شويه وبتعمل شكل معين شويه. طيب كل دي فروقات واضحه وباينه. طب عندنا هيونداي وكيا، هيونداي وكيا طيب مفيش اي فرق، ده نفس البرودكت ونفس البرايس ونفس كل حاجه، فين الاختلاف؟ هنا بقى الاختلاف، فاكرين الحته بتاعت احمد حلمي في فيلم جعلت مجرما، كل نفسك قبل ما حد يجي ياكلك وقطع لك البفتيك كده، دي حقيقيه، دي حاجه في السوق ممتازه جدا ومهمه جدا. مبدئيا ان انت لما تعمل كومبيتيشن بتو براندز بدل براند واحد بتبقى افضل كتير، بتكسب اكتر، بتاخد شير من الماركت اكبر. وفي مزايا تانية، احنا قلنا دلوقتي في اختلافات، يعني احنا بنحدد سيجمنت بيبقى في اختلافات في النيدز والوانتس بتاعتهم وكل حاجة، الاختلافات ما بين البيهيفير بتاعت السيجمنت ممكن توصل ان هو تقبل. يعني احنا هنا في مصر هتلاقينا او في الوطن العربي تلاقي في ناس بتحب الكيا، في ناس بتحب الهونداي، ويقول لك لا ده هونداي تعبانه، ده كيا تعبانه، وهكذا. ده وصل له منين؟ وصل له من شكل الاعلانات، من البراندنج، من في النهايه انت وصلت البيهيفير معين للبراند ده. فانا وصل لي من ايه برضو الاول؟ وصل لي من شكل اللوجو، حتى من الوانه، من شكل الاعلانات. ممكن مره جابوا مثلا ممثل ولا لعيب كره في اعلان من دول، انا قفلت من الماركه دي بالمعنى الحرفي يعني الكلمه. فانا بستفيد ليه؟ اخلي واحد كان عنده مشكله مع البراند، يعني مع المنتج بتاعي بسبب البراندنج او الاعلانات، ليه اخسره؟ ما احط له براند تاني يمكن يعجبه، يمكن يعجبه الشكل التاني ده، يمكن كذا يمكن كذا. فالفروقات بتوصل لهذه الدرجه ما بين بيرسبشن، ان البوزيشننج ده العميل اللي بيحدده. فانا مش معنى ان هو ما عجبش بالمنتج بتاعي ان انا اخسره، لا، اعمل له منتج تاني برضه يستفيد منه بشكل اخر. وكمان بقى في جزء مهم جدا في البليس، دلوقتي هنا هونداي لما تنزل مصر مش هتدي هونداي وكيا لنفس الوكيل ابدا، بتدي هونداي لوكيل وكيا لوكيل تاني، بيغير البليس بقى. كل وكيل من دول بيعمل اكتيفيتيز بشكل معين، بيعمل انتشار، بيعمل توزيع. انا بستفيد بقى من الحته دي في الموضوع ده، ان هو كل وكيل على حسب شطارته، الوكيل الاشطر، الوكيل اللي هيشتغل اكتر، وفي النهايه بينفعني انا في النهايه، واسيبهم يتنافسوا مع بعض مش مشكله خالص، لانه في النهايه كله بيصب عندنا.
تمام. نيجي لجيلي وفولفو مثلا، جيلي وفولفو، جيلي اشترت فولفو دلوقتي، طب ليه ما لقيناش جيلي ماشيه بقى كل عربياتها الصيني اللي نازله بيها دي تقول لك احنا من صناع فولفو وفرحانه بالموضوع جدا، لانه كده هيدمر فولفو تماما، الايمج بتاعتها كعربيه سيفتي عاليه جدا وكواليتي وكذا وكذا وكذا، وفي نفس الوقت مش هيفيد جيلي كتير، يعني جيلي خلاص الناس اللي بتشتريها مقتنعة انها كواليتي اقل شوية بسعر اقل، ما يهمنيش الحتة دي، ده دي دماغي ودي دماغ الناس ودي دماغ الناس بتوع فولفو، فبالتالي بيفضل شغال فولفو لوحدها خالص وجيلي شغالة لوحدها خالص. ده الترند بشكل عام، كل حاجة هتلاقي فيها نفس الفكرة بالظبط، يا سبب سيجمنت مختلفة بشكل واضح جدا، يا اما سبب ان هو عايز يكمبيت بتو برودكتس في نفس الوقت ويخلي حاجة بس في الفور بيز هي اللي تختلف، وفي النهاية النتيجة بتبقى افضل كتير لما بيعملوا موضوع السيجمنتيشن بالشكل ده. نيجي لحاجة زي يونيليفر، يونيفر متقسمة، هنا ناخد الحتة بتاعت البيرسونال كير، عندك دوف ولوكس مثلا، دوف ولوكس بتشوف اعلاناتهم في الصابون في ميلز يبقوا مركزين اكتر، يعني ده هم نفس الحاجة تقريبا، في فرق بسيط جدا، الليديز اللي تاخد بالها منهم ان دوف بيركز اكتر ان هو للعناية بشكل اكبر، ان هو بيغذي اكتر بيرطب اكتر ومش عارف ايه، وبالتالي سعره اعلى، في حين لوكس اه لطيف وكل حاجة بس سعر اقل شوية، هنا ما يخسرش، انا عايز اعمل حاجة غالية ومركز في العناية اكتر موجودة، طب الناس اللي مش هتقدر تدفع السعر ده برضو عندي لوكس موجودة مفيش مشكلة، فبالتالي النتيجة النهائية هتبقى افضل من ان انا اعمل منتج واحد. ريكسونا واكس نفس الكلام، الاتنين ديودرانت والاتنين نفس الفكرة تقريبا، بس بركز الريكسونا على الليديز والاكس على الميلز او الرجالة اكتر، الرجالة والعب على حتة الايموشنز انك هتبقى يعني منظرك افضل وقدام السيدات مش عارف ايه والحركات دي كلها، وريكسونا هنا برضو حاجات للفيميلز مينلي ومركز على كل احتياجات والنيدز بتاعتها برضو، يعني حتى كحاجة نفسية للستات او البنات مش هيحبوا يحطوا حاجة الرجالة حطاها، حتى لو نفس الماركة لو ريحة تانية، فريكسونا موجهة اكتر خلاص سيدات، اكس نفس الكلام، انا ليه اجيب حاجة في منها رجالي وحريمي، يعني تخيل انت حتى لو حد قال لك انت حاطط ايه الريحة الجميلة دي، انت تقول له مثلا حاطط نيفيا، مع ان في نيفيا فورمان قوية جدا دلوقتي، بس انا بكلمك برضو ان انت تفضل حاجة ما يعني ملهاش علاقة بالسيدات خالص من بعيد او من قريب يعني، فحط اكس اه لا افضل دي بتاعت الرجاله كلها اللي بشوف اعلانات، وريكسونا نفس الكلام، ودلوقتي حاليا حتى ريكسونا بتعمل برضو للميلز وكذا مش مشكله، بس المين كونسيرن او التركيز بتاعهم الاساسي على هنا على الفيميلز وهنا على الميلز. ناخد اخر حاجه كده نبص عليها بسرعه، بي ان جي في كشركه كبيره طبعا، بروكتر اند جامبل، شوفوا في الديترجنت هنركز حته بتاعت الديترجنت دي اكتر، الاريال والتايد، الاريال والتايد نفس الشركه، وكنتيجة برضو مش هنقول ليه عاملين كده وكل الكلام ده، بس في النهاية رقم واحد واتنين في سوق الديترجنت في اخر مرة انا بصيت عليها كان اريال وتايد، اعلى اتنين في السوق العالمي اريال وتايد، لو ما كانش عندهم تو براندز من دي كان ممكن يعني ما تلاقيش النتيجة دي، وبالتالي برضو بتلاقي اريال وتايد بيتارجتوا بيخبطوا في بيرسيل في معظم اعلاناتهم، فلما تلاقي اريال حاطط لك بيرسيل ومغمي عليه كده في الاعلان بتاعه وتايد حاطط لك بيرسيل، انت في المايند بتاعك على طول بتلينك ان بيرسيل ده الاضعف، في حين ان هو في مصر هنا الثلاثه نفس الوكيل تقريبا، بس يعني كعالمي احنا بنتكلم على البيزنس العالمي بتاعنا، وخد كمان ان في مصر دلوقتي راحوا عملوا بونكس كمان، بي ان جي عملت بونكس برضو بقى، ليه؟ لقى في سيجمنت مش قادر بقى لا اريال ولا تايد وعايز ارخص السعر ومش عايز ابوظ الايمج بتاعت اريال او تايد، فبروح عامل بونكس نظافه ريحه توفير، مركز على التوفير، بخبط بيه اوكسي، بخبط بيه بقى الحاجات اللي بتنزل باسعار قليله جدا من غير ما اثر على الايمج بتاعتي، نفس الكلام عندي بانتين وهيربال اسنسز وهيد اند شولدرز، هيد اند شولدرز للرجاله اكتر، بانتين وهيربال اسنسز واحد فيهم يركز اكتر على ان هو يعني سعره اعلى شويه وبيدي عنايه اكتر وتغذيه اكتر وهكذا، نفس الفكره بالظبط في الماركت ده. هنيجي كمان عندنا بقى في الماركت المصري، عندنا خير زمان ومترو الاتنين تبع مجموعة منصور، نفس الفكرة بالظبط، مترو للناس اللي عايز تدفع سعر اكتر، مفيش عروض كتير مفيش كذا بس كواليتي اعلى، ويعني والشكل السوبر ماركت فيه شكل لطيف اكتر وديزاين ومش عارف ايه، خير زمان لا اقل شوية واسعار وعروض والحاجات دي، مخسرش التو سيجمنتس،
عندك كمان في مكرونه ريجينا والمكرونه المصريه، الاثنين انت اقلب كيس المصريه كده هتلاقيه تحت مصنع في شركه ريجينا عادي جدا، بس المصريه تقريبا ارخص مكرونه في الماركت، وريجينا تقريبا برضو اغلى مكرونه. برضو انا بستفيد بالسيجمنت اللي عايزه سعر عالي وكواليتي معينه وكذا وكذا، والمصرية والتاني للناس اللي عايزه تخفيض ما اخسرش. مش معنى ان انا متارجت سيجمنت معين ان انا اخسر السيجمنت تاني، طالما في النهايه هناخدها بعد كده نتكلم عليها، طالما الشركه عندها الكابابيلتيز دي وفي ماركت اوبورتيونيتي، يبقى بيبقى في حاجه اسمها استراتيجيك فيت، يبقى انا اشتغل في الجزئيه دي ما فيهاش اي مشكله خالص تماما. فممكن هنبقى نتكلم في الموضوع ده بشكل اكبر، احنا قلنا بس كده ندي هنت عليه. في النهايه ده السيجمنتيشن، جزء السيجمنتيشن، بعد كده التارجتنج بالتارجت السيجمنت دي، وتعمل بوزيشننج من خلال بقى الاوفر بتاعك بشكل كبير في المايندز بتاع الكونسيومر بتاعك. شكرا ليكم، وان شاء الله هنتابع الفيديوز دي بطرق مختلفه يعني ان شاء الله، ويعني شكرا جزيلا.